السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا، واختار لنا القرآن كتابا، واختار لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واختار لنا خير الأمة أخرجنا للناس، واختار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمة صاحبا وصديقا أبا بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن الإسلام يحثنا على اختيار أصدقائنا الصالحين، وأن نتأثر بالأخلاق والحميد، وأن يكونوا عونا لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد عن معصية الله عز وجل، فيكون الصديق دائما يذكر لصديقه بالتقوى الله والجنة ونعيمها والنار وعذابها. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافق الكيل، فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافق الكيل إما أن يحمق ثيابك وإما أن تجد ريحا خليفا. والصديق الصالح هو المخلص الأمين الوفي الناصح المحب الصادق الذي يثني صاحبه على نفسه ويصوره إذا مرض ويهنئه إذا نجح ويعزيه إذا فقد. ومن أحبه هو الذي يظهر مجد محبته لصديقه ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم أنه يحبه. رواه أحمد. جزاك الله خير يا نايف، بارك الله فيك. الآن مع الطالب فارس.